السلام عليكم مشاهدينا، اهلا بكم في عدد جديد من سارع جدا. اليوم ياتيكم من ولايه نعامه. نحن متواجدون في السوق الاسبوعي ببلديه المشريه الذي يعد اكبر سوق اسبوعي في ولايه نعامه لنقل اراء الموالين والمواطنين حول الاسعار المتداوله في هذه الايام، وذلك لشراء اضحيه العيد. تابعونا لنقل هذه الاراء. الاسعار هنا في السوق راه في متناول الجميع، راه حوالي 45 حتى 50 ألف دينار جزائري. انا نظن واحد اللي يكون ملقط ولا ملمد يقدر يعيط. حنا يبان لنا السوق راه ناقص العام اللي فات، البيع ما كانش، ناقص مليون رول على السوق اللي فات، على العام اللي فات 57، هذا العام اللي فات بعنا قداه 67، هذا العام اللي فات خوف بعته ب 67، هذا العام راه 57 والشاري ما كانش. بارابور السوق اللي تاع السنين اللي فاتوا، السنين اللي فاتوا تاع 2017 2018 ياك، هذا العام خير. هذا العام يعني الاسعار منخفضه شويه. ما قالوا واحد 200 متر وصلوا ما قالوا عمل الحولي. بالنسبه للعام اللي فات راه شويه هابطه الاسعار. هابطه العام اللي فات، وانما الناس راه تعطي وتبيع خويا. خويا الاسباب تاعها هي العلف. اولا العلف. وثانية السوق هذا هو يهضر. كبش العيد راه من 35 لل 45 لل 5 حتى ل 6 ملايين. أنا الأسعار نشوف فيها بارابور السوق اللي فات، راه زادت واحد 200 ميل ولا، فهمت؟ كاين الحولي من 32 33 34 كيما اليوم راه يدير 37 38 39 40 42. والأسباب تاعها هي الضيعة هذيك تاع هذا العام. ضيع هذاك الطاعون اللي كان هنا هذا العام في الماء، هذه هي الاسباب تاعها. هذا خروف بيض مثلا تاع الاخر يتشرى ب 32 34 في الليل طلع بزاف، اليوم هو راه يبيعها بخمسه وماهوش رابح، راك فاهم؟ يبيعها بخمسه باسكو لو بري تاعها منين زادها ل 1000، فهمت؟ وزاد ل 1000 في واحد دو موا ولا ثاني راه زهر، راه في 320 340. كانت الدوله وفرت لنا كابس ووفرت لنا كذا، ونولوا ما نولوش نشتروا العلب ب 350، يولي لنا العلب 200، ممكن يكون كاين الفائده، بصح كي تشري العلب فوق 300 ما كاش فائده. السوق راه العرض اكثر من الطلب، اليوم راه حيه كبيره كاع، السوق راه الداخل برا. في سيمانه وانا هنا ندور المال غالي، الفلاح اسعار من ربعه وطلع حتى ل 75 80. الدوله كانت تعطيني منصب شغل نتاع 5 ملايين نحبس كاع هذه مله الخدمه اللي نظل موسخ فيها ومرنب فيها وجيعان فيها ونبات برا ونمشي للصحراء ونرحل ونقع نحبس. انا يعطوني 5 ملايين في الشهر، الله يخلف عليهم بهذا الرزق. وهنا البيع نتاع المشريه هذه على حساب الشاري، سواق اللي فاتوا ما كانش الشاري، كانت السومه مليحه، وكي يدخل الشاري السومه تزيد. واللي بري تاعه دوك تسمى راه اونتر 32 حتى 58، هذا باسكو راه في كيما نقولوا في بري دو غرو، دوك اللي مشري مازال ديطاي ما بداش، معناها الحولي ميم لو بري تاعه ريال يبان كي بدي ديطاي، فهمتني؟ ممكن هذا 58 يصبح في 60. الاسعار راها من 35 حتى 45، بصح الخدام كيما هكا الوظيف العمومي هذا يجيب 2 ملايين كيدير يعيط؟ هذا ما ينجمش يعيط. هذا الحولي يقول لك اودي 22 23، الموال يقول لك اودي انا ما لحقتش، الخدام مسكين يقول لك انا ما لحقتش. تقريب كيف كيف الاسعار، تقريب كيف كيف، ما كانش ديفيرونس كبيره بين الدزاير ولا هنايا. الكبش الحولي اللي يدير هنا خمسه في الدزاير يدير 52 53. اسعار راها من 35 وطلع طلع حتى 6 ملايين 7 ملايين الكبش. يقول لك رانا نجيبوا الزرع ورانا نديروا، الموال هنا تزقي لهم المخير ما يخلص فاتوره ولا زوج في العام. شحال يعطوه؟ 9 قناطر في 100 شا. 9 قناطر في 100 شا يعطوها له في العام. شحال تعلف له هذا شحال؟ ما تعلفلهاش يومين ما تعلفهملاش. تنجم تشري من 3 حتى 3 حتى 35. يعني الموظف شويه ينغبن. باسكو راه السومه شويه حاميه ماهيش كاع. كي تقول تسقسي في المواله كيما هاك يقول لك حنا ما راناش خارجين. الموال ما راش لاحق بها، خاص يعلف 300. الضياعه اللي راه تضيع له بزاف، وراك شفتوا كيفاش الضياعه. الترابندو